هلا اليهودي ذو نزعة ليبرالية قلنا عليه، يعني كل الثقافات اللي تجارية أو رعوية كانت كتير يعني، وعندهم تنافس وعندهم تناحر بين بعضهم، يعني شيء عادي. وحدتهم يعني بتقوم على احترام الشكليات شوي، وبشكل خاص الكتاب المقدس شكل محور اهتماماتهم، لكن اللي جامعهم الحقيقي اللي جامعهم هو الخوف. فالخوف هو يعني اضطهاد طويل الزمن، وكونهم أقليات وكونهم دائما يتعرضوا للاضطهاد، فالخوف هو الشيء الجامع الأساسي. والشيء الثاني الأجهزة الدولية، يعني أجهزة المخابرات، الشرطة، القانون. أما هني بتلاقي يعني مجتمعات سوبر ماركت يعني بتحسها، لكن مؤسسات الدولة جامعتهم، وجامعهم الخوف، الشعور بالخوف، ولهالسبب بيتمسكوا وما بيتغيروا كتير، لأنه دائما الأمة الخايفة أو الناس الخايفين بتلاقي متعصبين منغلقين، ما كتير بيكونوا متسامحين مع التغيير، لأنه في خطر الزوال، بيخافوا إنه يزولوا، بيخافوا كذا. فباختصار اليهودية هي دين وهوية معا، يعني قوم ودين. يعني بتقول لهم بدك تعمل إسرائيل دولة يهودية، نقول لهم يعني دين؟ يقولوا لا، نحن قوميتنا يهودية. بقول له لكن سموها عبرانية، عبرية، الدولة العبرية، لأنه وقت بتقول يهودية معناتها اللي دينه غير شيء، صار دولة دينية يعني. لا لا، مو دولة دينية، بس يعني نحن يهود، نحن عرق، نحن هوية قومية. فعندهم هذا الموضوع كثير يعني ما ميزين أبدا، ما في تمييز بين اليهودية كدين وبين، لا لا، اليهودي الملحد بيقول لك أنا يهودي، ملحد لكن يهودي، يعني هويتي يعني في النهاية. هلا اليهود عبر التاريخ كانوا موزعين بكل العالم تقريبا بنفس النسبة، يعني من 1 ل 3% بكل لأنه كان لهم مهنة اقتصادية محددة اللي هي التواصل بين الاقطاعات، يعني هن التاجر اللي بيوصل بين الاقطاعات، فبتلاقي نسبتهم واحدة بكل العالم. كان لهم دور اقتصادي محدد، فما كانوا يشتغلوا بكل المهن، وما شكلوا سوق قومية، وما بيحبوا في مهن كتير ما بيحبوا يشتغلوا فيها ولا بيعرفوا. السبب ما في عندهم سوق قومية واحدة، فهن أمة حديثة التكوين، حديثة التكوين. يعني لسه كمان عندهم ارتباطات ببلادهم السابقة، فكمان يعني معظم، في كتير ناس محتفظين بجنسيتين. هلا كمان مفعول العولمه، مفعول التخصص عند اليهودي، تخصصه بالمال، وتخصصه بتجاره المعادن والذهب، وتخصصه بالمهن معينه، الطب والتعليم والثقافه والكذا، خلاهم يعني دائما موجودين بشكل معين. وقت اللي اجت الراسماليه، كانوا هن يعني الأوائل فيها. ليش؟ لأنه هن كانوا يملكوا المال. أول مرحلة بالرأسمالية، مرحلة تجارية، كان بدهم رساميل، فوين رساميل موجودة؟ عند اليهود. وهالسبب تقروا تاجر البندقية تبع شكسبير، إنه كيف دينوا مصاري وقال له باخد لحم قابيلة وكذا، عم يفرجيك إنه بهديك المرحلة كيف كان التفكير يعني. فكونهم هن كانوا ببداية الرأسمالية، فصاروا يتهموا انه انتو جبتوا لنا هذا الفساد، لانه الرأسمالية شو عملت؟ الرأسمالية فككت المجتمع الاقطاعي، الغت قيم النبالي والشرف والاسرة، وعملت المجتمع لهذا العامل، المجتمع اللي كل فرد فيه عامل وكذا، وما عاد فيه ارتباطات تانية. فاعتبروا الانحطاط الاخلاقي اللي اجى مع الرأسمالية سببه اليهود، ومن هون بلشت النزعة المضادة للسامية. لكن اليهود ما كانوا هن كتير يعني مستفيدين او اغنياء او كذا، كانوا حتى يسرقوا لهم اموالهم الملوك والامراء وكذا، يعني يجيبوه غصب عنه يشلحوا امواله، فكانوا دائما عرضة للاضطهاد. هلا النزعة المضادة للسامية، اذا نحن قلنا انه هي بالاساس لانه اليهود كانوا في مقدمة الرساميل الاولى اللي شكلت عليها الرأسمالية، والبلدان اللي تطورت رأس ماليا ما فيها نزع مضاد اليهود، بس البلدان اللي فشلت في التطور اتهمت اليهود انه انتو السبب، انتو ما خليتونا نتطور، انتو جبتونا المشاكل وما فقمت. هذيك البلدان تقدمت، وبالتالي مشي الحال، خليهم اليهود مناح. اما هودي البلدان مثل روسيا والمانيا والى اخره، اتهموا اليهود انه انتو ما خليتونا نتطور، انتو جبتونا هيدي الاخلاق العاطلة وما في شيء نتيجة لها. فبالتالي النزعة المضادة للسامية نشأت في الرأسماليات الفاشلة. ف
فقدت أخلاقها وما صار فيها تقدم اقتصادي. هلا الرأسماليات تعرفوا ميالة للتوسع، فصار في استعمار وصار في إلى آخره. هلا الفرنسي البريطاني أخذ المستعمرات كلها، حصر الرأسمالية الإيطالية والرأسمالية الألمانية والرأسمالية الروسية خنقها، فصار هذا الحرب الحربين العالميتين، طلعت بقى النزعات إنه خسرنا الحرب لأنه اليهود وقفوا ضدنا، صار بنتقموا من اليهود الألمان وغيرهم وقبل الروسي. نعم. فالشعب اليهودي ما عاش يعني دولة يشكل سوق قومية، لا عاش فكك يعني مثل 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 ما حكينا. وكان بكل حي في جيتو، يعني بكل مدينة في جيتو، يعني مثل محطة، مثل محطة شبكة ائتمان، وين ما راح اليهودي بيلاقي يهودي تاني بيساعده بيعطيه شو بده شو إلى آخره. فدائما هن كان هذا الجامع تبعهم، وهالخصوصية رسخوها بالدين، هالخصوصية هي رسخوها بالدين، ولولا هيك يمكن ما عاش الدين والاستمر، لو ما في أساس اقتصادي لاستمرار التمايز. فهذا هو اللي خلاهم يدلوا موجودين، يدلوا محتفظين بنفس الثقافة وبنفس الهوية المختلفة، لأنه كان المسيحي او الكذا بيقول لك انا اشتغل تاجر، انا اروح بيع واشتري، ما بيرضى يعني اشتغل مهنه، ما بيشتغل مهنه يعني مهنه يخيط ولا يحكم ولا يحلق ولا مثلا يشتغل بالمعادن، ما بيرضى يعني بيقول لك انا عندي بيتي وعندي اسرتي اولادي، روح بزرع بعمل يعني. هيك كان المفهوم الاقطاعي البطريركي يختلف عن المفهوم الثاني المتفكر. هلا صار الكتاب تبعهم هو حافظ وحدتهم وهويتهم، تمايزهم ضرورية ليستمروا بعملهم، ليستمروا بعملهم. هلا من السهل جدا اذا ربط الرأسمالية باليهودية، السهل جدا يعني، رغم انه كانوا فقراء، ونفسهم لانهم يعني ما استفادوا من الرأسمالية كانوا فقراء، كمان كانوا هن بمقدمة الحركة الشيوعية، ولأنهم كانوا أقليات ومضطهدين دينيا كمان هن كانوا في مقدمة الحركة الماسونية اللي بتدعي للتسامح بين الأديان واهتمام بالمجتمع المدني وبالدولة ونطلعوا من المجتمع التقليدي. فهن منغنسين تماما في الحركة الرأسمالية والحركة الماسونية والحركة الشيوعية أيضا، كارل ماركس وروزا لوكسمبورغ وتروتسكي وكلهم يعني. فهذا اللي بيخلي اليهودي اليوم قوي وله نفوذ، فوين ما رحت بتلاقي اليهود في يعني اسس، في اساس اللي انبنت عليها، اللي انبنت عليها الحضاره الحديثه. لكن هي الحضاره الحديثه كانت على حساب تفكك البنى الاقطاعيه، تفكك البنى التقليديه وقيم الشرف والنباله، ونشوء دول مجتمع المصالح والتفكك الاسرى والتحرر الجنسي، تحرر المرأة، وكل هذه كانوا يعتبروها انحطاط سبب اليهود، هي أخلاق اليهود. لا اليهود ما كانوا هيك، هني أخلاقهم كانوا هني صارت هذه الأمور يعني. اليهود المتدينين بلبسوا نسوانهم وممنوع أي علاقات تانية وما بيشتغلوا يعني، ما هني أخلاقهم، لكن تهموهم هيك وشيطنوهن وصاروا يشوروهن بأوروبا كمصاصي دماء وشياطين يعملوا لهم قرون وكذا، من يعني من حقد المجتمعات الجاهلة على عدو، اخترعوا العدو هذا اللي قلنا عليه، العدو الشيطاني اللي خرب لهم بلدهم، اللي فقدوا بنية المجتمع البطريركي وانتقلوا لبرجوازية، لكن برجوازية هزيلة وعاجزة، فبالتالي صارت الحركة مضادة لليهود حركة كبير جدا في اوروبا. هلا وقت اضطهدوا في اوروبا اجوا على الدوله العثمانيه وحاولوا كثير مع بروسيا بالذات، ودعموا الدوله العثمانيه وحاولوا يشتروا من السلطان عبد الحميد البلقا، مو فلسطين، كانت ارض البلقا يعني شمال عمان، اي منطقه فيها شويه بدو فاضيه يعني. قالوا نقعد نجيب هالناس اللي يعني اضطهدوهم بروسيا وبالدول نجيبهم نسكنهم عندك، لانه هن كانوا بسالونيك وكانوا عنده يعني. فهو رفض. بعدين يعني حتى يقال انه بن غوريون نفسه كان يدرس الحقوق في الدولة العثمانية، ويوم الحرب العالمية الاولى دعا لتشكيل ميليشيا للدفاع عن الدولة العثمانية، يعني ما كانوا هن لتلك الفترة هن معادين للدولة العثمانية،
بعكس الدعايات اللي بيحكوا عليها انه الماسونية دمرت العثمانية. هذا الحكي تشوفه مبالغ فيه، لانه هن كانوا حتى الحرب العالمية الاولى ما عندهم حدا يثقوا فيه قد الدولة العثمانية. بعد سقوط الدولة العثمانية طبعا انجليز اكتشفوهن وبدهن ياهن. وقت اللي جابوا هرزل كان منه متدين، يعني الحركة الصهيونية ما نشأت حركة متدينة، قلنا هي يعني كانت صدى استعماري. من يوم نابليون هزم على سوار عكا فكر بهالطريق. سيسيل رودوس اللي عملوا عليها روديسيا، اللي وقت اللي اكتشف انه في باوروبا في كتير فائض عمال، وين بده يروح بالعمال؟ عم يعملوا له اضرابات وكذا والى اخره. قال لك احسن شيء نستخدمهم يستوطنوا او يروحوا يغزوا المستعمرات او يستوطنوا برا، بدل ما يكونوا ضدنا بصيروا معنا. فشجعوا الهجره لامريكا، شجعوا الهجره فبنوا روديسيا. فبعت له لسيسيل رودوس هرزل، انا بدعوك لشيء استيطاني جديد بفلسطين. جاوبت الافكار مع بعضها واعطت بريطانيا وعد بلفور للمؤتمر اليهودي انه نحن ننظر بعين العطف، يعني نحن قلنا مصلحه. فبناء على المصالح الاستعماريه صار في خطه، اجوا شويه يهود وقعدوا، لكن معظمهم رجع لانه ما يعني ايديولوجيا ما بتكفي. لم تنشأ الهجرة اليهودية الحقيقية إلا بسبب النازية وبسبب المحرقة. فكانوا يجوا، ما حدا بيحب يترك بلده ويجي، يعني بترك شغله وعيشه وروح على بلد تاني، يعني هذا موضوع مو صحيح. اللي يجوا معظمهم يجوا مدفوعين بالقهر والاضطهاد في أوروبا. فكانوا طريق واحد مفتوح لهم هو طريق فلسطين. البريطاني عم يشتغل على هذا المشروع. فمشروع قيام إسرائيل صحيح هي فكرة هرتزل وكذا، لكن هي اجت بجيبة المستعمر البريطاني، بجيبته. يعني هو بده يعمل قاعدة في الشرق الأوسط له، فبيقول لك هدولي نخلص منهم منحطهم هونيك ويتقاتلوا العرب، بصيروا مضطرين لحمايتنا، بصيروا قاعدة عسكرية إلنا. ومشيت الأمور هيك. اشتروا اول شيء، اجوا واشتروا مناطق وصاروا يعملوا مزارع ويعملوا مدري شو، الناس تعمر لهم، يعني كانوا يروحوا من التل من سوريا يعمروا مستوطنات بميكي. ما كانت هاي المشكله، يعني ما كانوا يجوا يشلحوا الناس ببيوتها او ارضها، كانوا يشتروا بشكل طبيعي. وقت اللي كتروا والناس اللي باعت طلعت هيك لقيت انه عم يكتروا انه كذا، صار بدهم يرجعوا ارضهم، يعني ياخذوها بالقوه، انه شو جاي اللي عندنا تساوي، ورجعوا على بلادكم، يعني هي خلصت الحرب وهيدي مدري شو. فصار في ثورات، صار في ثورة 36، كانوا معظمهم من الناس اللي انباعت أراضيهم على المشاع، يعني أراضي كانت البدو معظمهم بدو فلسطين، باعوا لأنه أرض على المشاع باسم الشيخ، يروحوا الشيخ يبيعها. فهوديك اشتروا صار معهم سندات تمليك، اجوا الناس صار بدهم، نحن وين بدنا أراضينا؟ بدنا أراضينا. صارت الصراع، فالصراع الأساسي صار بين الناس اللي باعوا بيوتهم وندموا، باعوا أراضيهم وندموا، وبين اللي اشترى. فصارت ثورات، إجا الاستعمار البريطاني وقف مع اليهود، وقف مع اليهود، وفشلت الثورة يومتها، ما عملت شيء. لكن بعد ما اجت موجات كبيرة من ألمانيا ومن بولونيا بالحرب العالمية الثانية، صار في عدد كبير لحدود 700-800 ألف يهودي يجوا بشكل يعني بكميات كبيرة بالبواخر والآخري. فتأزمت القصة وصارت صدامات على طول تصير بين فلسطيني واليهودي. فالبريطاني قرر أنه يعني يدرس المسألة وعمل كتاب يومتها، كتاب واحد بريطاني درس وعمل كتاب على الحل يعني بفلسطين، واقترح انه يا منقسمها يعني مناطق يهودية ومناطق كذا، او يعني بنلاقي شكل ما. وانتهت في قرار التقسيم اللي اصدره مجلس الامن. قرار تقسيم مرضيوا فيه العرب، فراحت اجت الجيوش العربية، وخسرنا يومتها الحدود 48، تعرفوا حدود 48. وصار عندنا مشكلة لاجئين، كنا مشكلة انه في مستوطنين جداد 600-700 ألف، صار عندنا مشكلة لاجئين. هلأ ما حسنت إسرائيل تعلن دولة على هالأرض اللي احتلتها، يعني اليهود احتلوها،
ما حسنوا يعني يعلنوا دولة ما في سكان. راحوا العرب شو عملوا بذكائهم؟ شو في يهود عرب راحوا انتقموا منهم بالإسكندرية وبالبغداد وبسد دمشق، فصار في هجوم وعنف تجاه اليهود العرب الموجودين يعني من آلاف السنين موجودين وشكل خاص كان ايديولوجيا الاخوان المسلمين هي اللي عم تحرك، نروح ننتقم منهم، نروح نعمل عمليات بالحي اليهودي، نروح نعمل عمليات ضد الاستعمار، احنا ما بنقبل، نحن الى اخره. فكانت هذه فكيفوهن اجاهن هن 600 700 الف اجاهن قدهم يهود عرب، فصار في كم مليون نص مليونين صار قادرين يعلنوا الدولة، فأعلن يومتها بن غوريون الدولة. فأعلن الدولة الإسرائيلية وعلى حدود 48، على حدود 48. نعم.